الأسترالي وغرقت سفينة الهند اليوم على مشارف كورنيش الدوحة، والرابع بإمضاء تيم كاهيل الذي أمضى على الثنائية اليوم. يقفزون عليه وبالتالي تجي الهدف. يعني احنا ما شفنا خطورة كبيرة من استراليا ولعب ضغط كبير جدا، لا هم حتى الاستراليين كرة مركزة على العشب، بالضبط هجمات مركزة دون اتعاب بالنسبة لاستراليا، بالضبط يعني وكأنه يريدون يخلصون المباراة